والذبح حرف القصيدة عبر كلماته. بس أنا ما قلتها طماعي شهرة من ورا، قلتها داوي جروح البشر وهاتها. كيف يطمح فيه واحد ذكر جده واباه صنعت مكانته من عظم وقفاته. ليس مثلي قصيدة ترفع مستواه، لو من المرجان واللوت صمت بياتها. كم صغير بالعمر وصل للعالم نباه، وصادم بهامته ناس لها ماتها. بالمكارم تسمع اسمه حسب داخل عقاراته. لو عمين العين وشلون نكتم كل فاه، والعرب أكثر ما فيها عدد رواتها. سيئات الناس ما هي مثل حسناتها، والدول مع بعضها لو يصير اشتباه، التقدم مصلحتها على أزماتها. كم نصحت والنصيحة من المسلم لخاف، وقلت له يا خلها ما